الله لم يلد ولم يولد، دي مش عندنا الكلام ده يعني، تقال لنا كثيرا في المدارس، فما هو الرد؟ صح، اذا كنت انت بتتكلم على الولادة التناسلية اللي هو زي ما احنا فاهمينها، الست يبقى في بطنها بيبي وبعدين البيبي ده يقعد 9 أشهر وبعدين يتولد، ربنا مش ممكن يولد. ومين قال ان ربنا ولد؟ احنا بنقول ان ربنا ولد؟ لا، انتوا معاكم حق طبعا، ربنا ما بيولدش ولا بيتولد، ده ربنا هو هيتخط، هيتخط للولد. امال انتوا بتقولوا ايه؟ لا احنا بنقول حاجه تانية خالص خالص، سوري يعني مش هتفهمها عشان احنا مختلفين، فاحسن ما تردوش، لكن انتوا عاوزين تفهموا بقى يعني ايه المسيح اتولد من الاب. ممكن اقول لكم فكره ومثل صغير. انا دلوقتي في دماغي فكره، انا في دماغي فكره، الفكره دي كانت جوه دماغي عاوزها توصل لكم، اضطريت اخلي الفكره اللي في دماغي تتجسد في كلمات عشان الكلمات هتسمعوها وتحسوها وتشوفوها. صح؟ لما انا قلت ان انا عقلي ولد الفكره، يبقى عقلي ولد الفكره دي زي ما الام بتولد البيبي، هو عقلي بعد ما ولد الفكره حضن الفكره وطبطب على الفكره وربى الفكره؟ لا، يبقى الولاده بتاعت البشر حاجه، ولما نقول ان الابن مولود من الاب قبل كل الدهور، ده معناها ان زي الشمس اللي فيها شعاع نور وصل لغايه الارض، فدي الولاده دي هم ما يفهموهاش. لكن اذا كانت ربنا يلد ولم يولد بالطريقه بتاعت البشر، فعلا ربنا لم يلد ولم يولد. فيعني هم فاكريننا ان احنا بنتكلم على ربنا بصوره جسديه، وهو ده اللي تعبهم الحقيقه.